مرحبا، أنا عمار أبو طافش، بدرس هندسة إلكترونية سنة خامسة. وأنا بتول نوري، بدرس هندسة اتصالات سنة رابعة. وأنا لين البرغولي، بدرس هندسة أمن شبكات سنة رابعة. حبينا نحكي لكم اليوم عن مشروعنا لمادة Embedded Systems جامعة الأميرة السومية. حبينا نعمل Temperature Control System as a part of a smart home. وهلأ بتول رح تحكي لكم عن الكومبوننتس اللي استخدمناهم. استعملنا بيك 16F8778 واستعملنا فان LED as a heater. استعملنا كيباد LCD 2IR sensor LM sensor. المشروع تاعنا بأكل آدي حيشتغل. اليوزر راح يدخل قيمة معينة، درجة حرارة معينة على الكيباد، بحيث انه بيكون بقارنها البيك بتقارنها بالLM sensor الحرارة اللي بتكون قيستها. فإذا كانت أعلى حتشغل هيتر اللي هي العبارة عن LED حتكون، وإذا كانت أوطى حتشغل فان اللي هي حتكون أوطى من الحرارة. هلا حيضل بالحالتين حيضل شغال يا LED يا الهيتر، تصير الرفرنس تمبرتشر اللي دخلها اليوزر والميجر تمبرتشر اللي بيقيسها الLM sensor بتساووا بفصل سواء كانت الفان او الهيتر. حطينا طبعا الاي ار سنسرز كسيفتي ميجرز، هلا في حيث اذا واحد قرب من المروحه راح تفصل، واذا واحد قرب من ال اي دي راح تفصل، فور سيفتي بروسيجرز سبيشلي تشيلدرن، الاطفال لما يقربوا من هيك شغلات. هلا كفيوتشر وورك احنا ممكن نضيف على هيك مشاريع، نقدر نخلي انه بدل كيباد انترفيس نلغيه ونخليه فويس انترفيس، فويس كوماند انترفيس من اليوزر نفسه، بحيث انه بقدر يصير فيها ناحيه سبيتش ريكوجنيشن ويعرف هالبيك. ثاني فيتشر هي ممكن تكون في الفيتشر وورك، هي عباره عن سبيكر بتطلع سبيتش من بيك 16 كفيدباك لليوزر انه شو صار بالفويس كوماند تاعته.